السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم عن ازاي نعمل شيرنج لبرزنتيشن او اي حاجة تانية زي وايت بورد مثلا او اساينمنت عايزة اشرح لهم عليه حاجة، اي حاجة من الحاجات دي ازاي اعمل لها شيرنج مع الطلبة في اونلاين ميتنج في المايكروسوفت تيم. فدلوقتي انا فتحت الميتنج، انا دلوقتي لو انا عايزة اعمل شير لحاجات مع الطلبة من هنا هعمل شير كونتنت، هيظهر قدامي 3 اوبشنز. اول حاجة ان انا اعمل شير للسكرين، ده هيخليني اعمل شير للسكرين كلها، اي حاجه انا فاتحاها هتبقى باينه قدام الطلبه، ولو يعني لو بعمل اي حاجه في الشاشه بغير بين حاجه لحاجه كل ده هما شايفينه. في شير مايكروسوفت وايت بورد، ودي اتكلمنا عنها في فيديو تاني، ان احنا لو عملنا شيرنج من جوه الميتنج هنا المايكروسوفت وايت بورد مش هتتسجل، فيستحسن نعملها شيرنج من بره من عند التيم، بنعمل لها تاب ونعمل شيرنج للتاب ده. تالت اوبشن عندي ان انا اعمل شير ويندو، وده اللي انا هتكلم عنه النهارده، ان انا ابقى مجهزه حاجات كتيرة مختلفة وهي دي اللي انا اقدر اعمل لها شير مع الطلبة. فمثلا هبقى مجهزة فيديو للمحاضرة، مجهزة مثلا الوايت بورد، مجهزة الاساينمنت اللي انا عايزة اتكلم عنه، وبختار انهي حاجة اللي انا عايزة اعمل لها شير دلوقتي، وابدأ ابدل بين الحاجات كل شوية حاجة مختلفة. ده بيخلي ايه؟ بيخلي ان الناس اللي قدامي شايفين الحاجه اللي انا عامله لها شير بس، مش شايفين اي حاجه تانية انا بعملها في الشاشه، فده في برايفسي اكتر من ان انا ابقى عامله شير للسكرين كلها وبحاول افتح حاجه مش عايزه حد يشوف الفايلز اللي عندي مثلا كلها او كده، او مثلا فتحت حاجه بالغلط والفيديو بيتسجل او المحاضره بتتسجل. فاحسن ان انا اعمل شير ويندو اللي انا عايزه اعرضه بس، وابتدي ابدل بين الويندوز وبعض. فمثلا دلوقتي عايزه اعمل شيرنج للمحاضره، هبدا اعرض المحاضره كده اشرح للطلبه. طيب فرضا انا عايزه اكتب حاجه على المحاضره، هعمل رايت كليك هنا وعندي البوينتر، ممكن اعمله ليزر، ممكن اعمله بن لو عايزه اشرح لهم حاجه على المحاضره، ممكن امسح الحاجه دي. او لما بنزل تحت كده بيطلع لي ان انا انقل بين السلايدز، او استعمل اريزر، او يطلع لي الفيو ده، او اعمل زوم مثلا على جزء معين، برجع رايت كليك، او يطلع لي الاوبشنز، او يطلع لي الالوان اللي انا عايزاها، عايزه اعمل بن، هايلايتر، ليزر بوينتر، كل الحاجات دي. عايزه ارجع بقى اغير الحاجه اللي بعمل لها شيرنج، هختار ان انا ارجع هنا، هدوس كليك على هنا واعمل ستوب شيرنج، وارجع اعمل شير لويندو تانية. مثلا هعمل شير للوايت بورد، هتبتدي الوايت بورد تتفتح عندي، الطلبه هيبقوا شايفين الحاجه اللي انا فاتحاها بس، فانا لو بعمل اي حاجه تحت في السكرين فتحت اي حاجه تانية الطلبه مش شايفينها، هم شايفين بس الحاجه اللي انا عامله لها شير الويندو بتاع الوايت بورد. فرضا عايزه ارجع تاني، هعمل ستوب شيرنج من هنا وارجع اعمل شيرنج تاني، مثلا اساينمنت معين هشرح لهم عليه حاجه، برجع اعمل شيرنج للاساينمنت وارجع اقدر اقفل. او مثلا لو انا عايزه افضل عامله شيرنج للسكرين وارجع اشوف حاجه في الميتنج، اشوف البارتيسيبنتس، اشوف اي حاجه، اقدر ارجع هنا افتح الشات اشوف البارتيسيبنتس من هنا، كل ده اقدر اعمله، اقدر اعمل ستوب شيرنج في اي وقت، ولما بخلص بعمل اند ميتنج. كده شفنا ازاي نقدر نعمل شيرنج برزنتيشن باوربوينت او اي ريسورسز تانية من غير ما نبقى عاملين شير للسكرين بتاعتنا كلها طول الوقت. ممكن نعمل شيرنج لويندوز مختلفه ونبدل منهم على اساس ان الطالب يبقى شايف الويندو بس اللي انا عرضهوله، ومش شرط يبقى شايف اي حاجة تانية انا بعملها على الشاشة. شكرا.